90 دقيقة من الإثارة وعشرة ملايين المترقبين، هل تحدد المناظرات الرئاسية في أمريكا نتيجة السباق؟ منذ اللحظة التي أصبحت فيها المناظرات الرئاسية تقليداً ثابتاً في الانتخابات الأمريكية، أصبح الناخب قادراً على معرفة المرشحين عن قرب. وفي كثير من المرات كانت للمناظرات الكلمة الحاسمة. سنة 1960 وقت إجراء المناظرة الرئاسية الأولى على الإطلاق، كان ريتشارد نيكسون متقدماً في استطلاعات الرأي على منافسه جون كينيدي. لكن المناظرة قلبت الموازين لصالح كينيدي في الاستطلاعات، وبالفعل فاز بهذه الانتخابات. وفي يونيو 2024 في مناظرة CNN التي تابعها أكثر من 50 مليون شخص على شاشة التلفاز فقط، كان لأداء بايدن في مناظرته مع ترامب تكلفة باهظة وصلت لانسحابه من السباق بعد المناظرة بأقل من شهر. المناظرات الرئاسية قد تكون مغامرة، وهي سبب في الجدال الطويل بين حملتي ترامب وهاريس على تفاصيل وقواعد المناظرة الأولى، والتي من الممكن أن تحسم آراء الناخبين الذين لم يقرروا بعد أو تغير آراء بعض من حسموا أصواتهم بالفعل. في النهاية يبقى إجراء ثلاث مناظرات رئاسية بين مرشحين رئيسين في الانتخابات هو التقليد، وما يترقبه الأمريكيون الآن هو المناظرة الأولى بين هاريس وترامب في 10 سبتمبر. فهل تكون مباراة حاسمة جديدة في تاريخ الانتخابات الأمريكية؟